بتواصل مع استاذ جمال علام، كنت بتواصل مع استاذ وليد عطار، كنت بتواصل مع الناس كلها في الاتحاد عشان اقدر افهم احنا ماتش العوده بالنسبه لنا 25 ولا 30. ما جاليش اي حاجه من اتحاد الكوره خالص ليها علاقه بمعسكر المنتخب. فوجئنا النهارده في التمرين ان اللعيبه بتاعه المنتخب مش موجوده، يعني انا وفريره والجهاز كلنا فوجئنا اللعيبه مش موجوده. يعني مفيش، معلش يا كابتن امير، كابتن امير، انت دايما لما بيجي يطلب لاعب للمنتخب بيطلب على طول بجواب رسمي. ما جاش جواب رسمي، ما انا هشرح لك كابتن خالد. اتفضل. ما جاش جواب رسمي، واللي حصل ان الاداري بتاع المنتخب او معرفش مين في المنتخب تواصل مع اللعيبه عن طريق التليفون وبلغهم بالميعاد. فقط. احنا النهارده في التمرين بنعمل تمرينه طبيعيه، فلقينا في اربع لعيبه موجودين، بنكلم اللعيبه انتوا فين؟ قالوا لنا احنا في المعسكر المنتخب. احنا طبعا عرفنا برضو الاسماء بتاعت المنتخب من الصفحه الرسميه صحيح للاتحاد الكوره، فخلاص تمام. يعني في فرق ما بين اختيارات القايمه وفي فرق ما بين استدعه اللعيبه. تمام. يعني مش معنى ان هم نزلوا اسمائهم ان اللعيبه تسلم نفسها هناك، تنزل من الطياره تروح. تمام. ما جاش اي جواب، بعتنا لاتحاد الكوره جواب من حوالي 3 ساعات. بنشرح لهم فيه الوضع، بنقول لهم ان احنا اللعيبه مش موجوده معانا وان احنا عندنا ماتش مهم، ماتش رسمي في بطوله رسميه، ان احنا كده مش هيبقى عندنا غير 14 لعيب نشارك في الماتش. ال 14 لعيب دول منهم 3 حراس. يعني 14 لعيب منهم 3 حراس، يعني بالعربي كده احنا عندنا 13 لعيب منهم حارسين، يعني منهم حارسين، انا الحارس الثالث كده كده مش هيتحط. 13 لعيب منهم حارسين. بالظبط. احنا القايمه بتاعتنا اللي مشاركه اللي موجوده، يعني ممكن اقول لك بالاسماء كمان يا كابتن خالد عشان الناس تبقى عارفه. ان انا حتى كلمت استاذ جمال علام وقابلته في قطر في ماتش لوسيل، حكيت له القصه دي. وقابلت استاذ وليد عطار، حكيت له القصه دي قبل، اديناهم يعني مهله طويله يحلوا الموضوع ده، سواء مع الاتحاد الافريقي ان هم يأجلوا لنا الماتش، او سواء مع المدير الفني ان هم يعني يدوا استثناء لعيبه الزمالك. بالظبط. يجوا بعد الماتش. ال 14 اسم عشان حضرتك تبقى عارف، هم عواد، سيد عطيه، ونديم، ومحمد عبد الغني، وعبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، ومحمد حسام اللي هو بيشو، ومحمد اشرف رؤى، ويوسف اوباما، وشيكابالا، وسيف جعفر، ويوسف اسامه، وحسام اشرف، وسيد. طبعا حضرتك شايف في كام، يا مش معقوله ده كلهم، معظمهم كمان في لعيبه مواليد 2001 و2002. في قائمه الزمالك دول المقيدين افريقيا اللي ينفع يشاركوا في الماتش ده. بقيه اللعيبه عندك سيف الجزيري، حمزه المسلوسي راحوا مع المنتخب بتاعهم، عندك ابراهيم انداي وزكريا الوردي وكل الصفقات الجديده مقيده افريقيا في دور ال 64. عندك اللعيبه اللي خرجت من القايمه علشان سواء عقودهم خلصت او اتباعوا، اللي هم حازم امام وايمن حفني واسلام جابر. دول اللعيبه مش موجودين. عندك حسام عبد المجيد مصاب، عندك محمد طارق في المنتخب الاولمبي. احنا يعني هو فعلا احنا ما عندناش حتى ان احنا نكمل الماتش، يعني نكمل. احنا المفروض القايمه بتبقى 20 لاعب، انت القايمه الحقيقيه اللي عندك 13 لاعب، منهم 2 حراس مرمى. ففوجئنا ان احنا بعد ما بعتنا الجواب ده وبنشرح لهم الوضع وبنشرح لهم ان في استحاله ان احنا نقدر ان احنا يعني نكمل ال 18 بتوع الماتش. تمام. بعد ما بعتنا الجواب بعديها بنص، يعني قبل ما اكلم حضرتك بنص ساعه، هو ده اللي خلاني اعمل الدخله. اتحاد الكوره راح بعت لي جواب بيطلب مني الاربع لعيبه بتوع المنتخب اللي هو احمد سيد زيزو وفتوح وامام عاشور والوينج. تمام. يعني هو بعت لك من نص ساعة الجواب اللي هم انضموا بيه من يومين؟ يعني الجواب كان اللعيبة عندي دلوقتي هو عايزه، فهو زي ما شاف الجواب كده عندي فقال لك طب نظبط الورق، طب نبعت بقى للزمالك نقول له احنا نسينا نبعت للزمالك نقول له احنا عايزين اللعيبة، لان هم عرفوا من اللعيبة ان في مشكلة في النادي، ان اللعيبة بالنسبة لنا محدش اخطرنا ان حد عايزه. بالنسبة لنا اللعيبة تعتبر كانت غايبة على التمرين لولا ان احنا عرفنا منهم ان هم في المعسكر. طب مين كلمكم؟ اداري كلمنا قال لنا تعالوا المعسكر. فالوضع طبعا يعني انا مش قادر افهم ليه نصدر مشكله من لا مشكله. ما كنتش حابب اتكلم في الموضوع ده، بس انا بالنسبه لي الموضوع ده اهم بكتير بقى من الصفقات اللي جايه ومن اللعيبه اللي ماشيه ومن كل الحاجات. ده مستقبل الفريق في ماتش مهم في افريقيا. ومش معنى ان احنا كسبنا 2-0 هناك ان انا اجي هنا هلعب بالشباب الصغيرين او هلعب ب 14 لعيب منهم 3 اجوان. ده مش منطق.
ومش طبيعي ان انا اكلم الناس، احاول اتواصل مع الناس في يعني مع احترامي لمدير المنتخب، هو دور مدير المنتخب ان هو يبقى بيتواصل مع المشرف على الكوره في القصه دي، عشان ما نوصلش في الاخر ان احنا نبقى بنقولها في مداخله. صحيح. ونمره ولا حد كلمني وانا اللي بسعى، وانا اللي كلمت الاستاذ جمال علام، وانا اللي كلمت الاستاذ وليد عطار من واحنا في قطر وفتحنا الموضوع، وطب يا جماعه هنعملوا ايه؟ طب استنوا بس لما نشوف. يعني فالزمالك الفتره دي يا كابتن خالد احنا مضغوطين جدا، احنا النادي الوحيد اللي خلصنا دوري دخلنا في كاس لوسي، ما قدرناش ندي اجازه، وعندنا دور ال 64 في افريقيا، وعندي لعيبه بمشتيها ولعيبه بجيبها خرجت بره القايمه، في لعيبه عندي مقيده افريقيه خلاص بعتها، فلان جابر بعته موجود عندي، حازم امام عقده انتهى، ايمن حفني عقده انتهى، يعني خلاص في مشاكل دلوقتي موجوده مش محتاجه ابررها للاتحاد، والمفروض الناس تبقى يعني عندها السنس بتاع ان الزمالك بيلعب في بطوله افريقيه، ومش عايز اخش في نغمه اصل احنا لو سيبنا لعيبه الزمالك في نادي تاني هيقول اشمعنى، ولان لا 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 ما كابتن امير انا قلت في بدايه للاسف في فرق كبير جدا يا كابتن امير بين كاس الامم الافريقيه اللي اقيمت في الكاميرون وبين نيجيريا وليبيريا، وبعد كده عايز اقول حاجه، المنتخب ضم 27 لاعب صح كده؟ 27 لاعب، لا يمكن الاربع لعيبه بتوع الزمالك هيلعبوا 90 دقيقه و90 دقيقه في الماتشين، لا يمكن. هو في حاجه ثانيه، في حاجه ثانيه يا كابتن خالد برضه عشان حضرتك تبقى عارفها، هو الاربع لعيبه اللي راحوا دول مش بس لعيبه الزمالك، هم محمد صبحي من لعيبه الزمالك صحيح، انا بتحرم منه دلوقتي ان هو يبقى معايا في فتره اعداد، وعمر جابر ودونجا اتصاب في المنتخب بالظبط تمام. اه فاوريدي احنا مضرورين بس تمام، عشان المنتخب الوطني تمام هننسق مع بعض، لكن ما ينفعش يتقال لي اصل انا حاسس بيك بس لو اديت لك لعيبتك في نادي تاني هيقول اشمعنى، دي مش قصتي بقى، نادي تاني ده ما بيلعبش دور ال 64 وانا مش هستنى لما اخرج من بطوله افريقيا علشان في الاخر ماتش ودي للعيبه الزمالك اللي هم اوريدي المدير الفني عارفهم والجهاز الفني عارفهم وتحت امر المنتخب.